أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. في هذه الحصة نتناول عزيزي الطالب نشاطا، هذا النشاط هو إحكام موارد المتعلم وتفعيلها من المحور الحادي عشر الذي يتعلق ب الأدب المسرحي في المشرق العربي. عنوان النص الذي اخترناه لك هو نهر الجنون، مسرحية لتوفيق الحكيم. الأهداف التعلمية التي نرجو أن نحققها بعد دراستنا لهذا المقطع المسرحي هي أن نفهم صورة المثقف في المسرح، أن نحلل نموذجا من الأدب المسرحي عند توفيق الحكيم، أن نحلل المسرحية بالتوقف عند مضمونها الفكري وخصائصها الفنية، أن نوظف مكتسباتنا اللغوية وندمجها في إنتاجنا الكتابي. الآن قبل أن ندرس هذه المسرحية نتعرف على صاحبها. فمن هو توفيق الحكيم؟ ولد توفيق الحكيم بالإسكندرية عام 1898 لأب مصري وأم تركية الأصل. زاول تعليمه في دمنهور ثم بالقاهرة، حيث أتيح له أن يهتم بنواح لم يتيسر له العناية بها كالموسيقى والتمثيل. ولقد وجد في تردده على فرقة جورج أبيض ما يرضي ميوله الفنية للانجذاب إلى المسرح، ثم انضم إلى كلية الحقوق بسبب رغبة أبيه ليتخرج منها عام 1924. سافر إلى باريس لمتابعة دراسته العليا في جامعتها قصد الحصول على شهادة الدكتوراه في الحقوق والعودة للتدريس في إحدى الجامعات المصرية أو إحدى الجامعات المصرية. توفي سنة 1987. يعد الحكيم أكبر كاتب مسرحي في العالم العربي، خلف آثارا قيمة منها أهل الكهف، عودة الروح، شهرزاد، يوميات نائب في الأرياف. تقديم النص. قبل أن نستمع إلى النص، الصراع بين الخير والشر وبين الجهل والعلم وبين الكفر والإيمان لم ولن يتوقف لحظة عن أن يحدث في هذه الأرض المليئة بالمتناقضات والصراعات، لنتبين إحداها في هذه المسرحية. فلنستمع. النص: المكان بهو في قصر ملك من ملوك العصور الغابرة. المشهد: الملك ووزيره منفردان. الملك: ما تقص علي مروع. الوزير: قضاء وقع يا مولاي. الملك في دهش وذهول. الملكة أيضا. الوزير مطرقا: وحزناه. الملك: هي أيضا شربت من ماء النهر. الوزير:
كما شرب أهل المملكة أجمعين. الملك كالمخاطب نفسه. كل هذا بدا لي عيني في تلك الرؤية رحمة بنا أيتها السماء. الوزير: حقا إنها كانت كالشمس في سماء هذه المملكة. الملك: نعم، أنت دائما تردد ما أقول ولا تفعل شيئا، علي برأس الأطباء. الوزير: رأس الأطباء؟ الملك: نعم، رأس الأطباء، لعله يستطيع لها شفاء. الوزير: مولاي نسي أن رأس الأطباء كذلك قد ذهب. الملك: ذهب؟ أين؟ الوزير: هو أيضا من الشاربين. الملك: يا للمصيبة، كبير الكهان. الوزير: وحسرتاه. الملك: ماذا؟ الوزير: منهم يا مولاي. الملك: ما تقول، من الشاربين؟ الوزير: هو القضاء يا مولاي، ألم أقل إنه قضاء وقع؟ الملك: أجل، إنها لكارثة شاملة ليس لها من نظير، لا في التواريخ ولا في الأساطير. مملكة بأسرها قد أصابها الجنون دفعة واحدة، ولم يبق بها ناعم بعقله غير الملك والوزير. يدخل من باب آخر الملكة ورأس الأطباء وكبير الكهان. الملكة: إنه لخطب فادح. رأس الأطباء: لا تقنطي يا مولاتي، هنالك معجزات تهبط أحيانا من السماء هي فوق الأطباء. الملكة: ومتى تهبط تلك المعجزات؟ كبير الكهان: إن السماء يا مولاتي كالنخل، يستطيع الإنسان أن يستنزل منها ما شاء من ثمار. الملك: وحزناه. الملكة: تتأمل لحظة بإشفاق ثم تجذبه: تعال أيها العزيز، اجلس إلى جانبي على هذا الفراش ولا تحزن كل هذا الحزن، لقد آن لهذا الشر أن يزول عنا. الملك: ماذا تقولين؟ الملكة: نعم، ثق أنه سيزول. الملك يتأملها دهشا: إنك تحسين ما حدث؟ الملكة: كيف لا أحس أيها العزيز، وهو يملأ نفسي أسا. الملك ينظر إليها مليا: هذا عجيب. الملكة: لماذا تنظر إلي هذه النظرات؟ الملك متوسلا في إشفاق: أيتها السماء. الملكة تدعو السماء وقد استجابت السماء. الملك: ماذا أسمع؟ الملكة في فرح: لقد وجدنا الدواء. الملك: وجدتم الدواء؟ متى؟ الملكة في فرح: اليوم. الملك في حرارة وفرحتاه. الملكة: نعم وفرحتاه، إنما ينبغي لك أن تصغي إلى ما أقول وأن تعمل بما أنصح لك به. يجب عليك أن تقلع من فورك عن شرب النبيذ وأن تشرب من ماء النهر. الملك ينظر إليها وقد عاد إلى يأسه وحزنه: ماء النهر؟ الملكة بقوة: نعم. الوزير يدخل من باب آخر متغير الوجه: مولاي، مولاي. الملك يعود أدراجه: أيها الوزير. الوزير: جئتك بخبر هائل، يزعمون أنهم هم العقلاء
وأن الملك والوزير هما المصابان. الملك: صح، من قال هذا الهراء؟ إن الملكة وحسرتاه كانت تحدثني الآن وكأنها تعقل ما تقول، بل لقد كانت تبدي للحزن وتسدي إلي النصح. يرفع رأسه أخيرا: صدقت، إني أرى حياتي لا يمكن أن تدوم على هذا النحو. الوزير: أجل يا مولاي، وإنه لمن الخير لك أن تعيش مع الملكة والناس في تفاهم وصفاء، ولو منحت عقلك من أجل هذا ثمنا. الملك في تفكير: نعم، إن في هذا كل الخير لي، إن الجنون يعطيني رغد العيش مع الملكة والناس كما تقول، وأما العقل فماذا يعطيني؟ الوزير: لا شيء، إنه يجعلك منبوذا من الجميع، مجنونا في نظري الجميع. الملك: إذن فمن الجنون ألا أختار الجنون. الوزير: هذا عين ما أقول. الملك: بل إنه لمن العقل أن أؤثر الجنون. الوزير: هذا لا ريب عندي فيه. الملك: ما الفرق إذن بين العقل والجنون؟ الوزير وقد بوغت: انتظر، يفكر لحظة، لست أتبين فرقا. الملك في عجلة: علي بكأس من ماء النهر. توفيق الحكيم بالتصرف. نبدأ الآن في دراستها. المرحلة الأولى من الدراسة تتعلق بالبناء الفكري. أول سؤال فيها هو الآتي: ضع عنوانا آخر مناسبا للمسرحية، بالإضافة إلى عنوانها وهو نهر الجنون كما تقدم. نستطيع أن نختار عنوانا لها مثل جنون مملكة أو مملكة المجانين. السؤال الثاني: في أي حقل معجمي تصنف المفردات الآتية؟ لدينا مروع، وحسرتاه، وحزناه، خطب، فادح، الشر، وأخيرا حزن. بتأملنا في هذه المفردات نستطيع أن نصنفها في الحقل المعجمي الخاص بالمصائب. السؤال الثالث: في كل مسرحية حبكة تتكون من مقدمة وعقدة وحل، أي نهاية، فهل وفق الكاتب في بناء حبكته؟ وضح ذلك. الحبكة هي بناء قائم بذاته يعتمد على الصراع، إذ هي التنظيم الشامل لأحداث المسرحية. وقد وفق توفيق الحكيم كثيرا في بنائها، إذ تتكون من 3 أجزاء: التمهيد، العقدة، والحل. نبدأ بالتمهيد. عرفنا فيه توفيق الحكيم بمكان المسرحية وشخصياتها، وبدأ بحوار جرى فيه الحديث بين الملك ووزيره عن أمر جلل حدث في المملكة، فيكون هذا هو الخيط الذي ألقى به الحكيم للقارئ ليستفزه ويحفزه لمتابعة ما سيحدث في باقي أحداث المسرحية، وهي مقدمة رائعة تماما لا يستطيعها إلا رجال المسرح الكبار. ثم تنمو الأحداث وتتطور،
ويحتدم الصراع إلى أن تصل الأحداث إلى نقطة التأزم أو ما يطلق عليها العقدة. وتكمن هنا في أن المملكة التي شربت من ماء النهر وأصبح رعاياها مجانين، ومنهم زوجة الملك باستثناء الملك ووزيره، أن هذه الرعية أصبحت ترى في الملك ووزيره أنهما هما المجنونان، وما عداهما من الرعية هم العقلاء. فقررت الملكة أن تداوي الملك بأن يشرب من ماء النهر. ها نحن هنا ننتظر، ما الذي سيفعله الملك؟ أيشرب من ماء النهر فيصبح مجنونا كالآخرين ويعيش معهم في انسجام، أم لا يشرب فيبقى عاقلا ولكنه مجنون في نظر زوجته ورعيته، وبالتالي تجب معالجته. في هذه اللحظة يأتي حل هذه المسرحية أو النهاية، لما يقرر الملك الشرب من ماء النهر ليصبح مجنونا كالآخرين فيتساوى معهم في الجنون فيرونه عاقلا، وهكذا يستطيع العيش معهم وأن يواصل حكمه لمملكة المجانين. السؤال الرابع، برأيك من أين أخذ الكاتب مادة موضع مسرحيته الأولي؟ أمن القصص الخرافية أو من واقع الحياة؟ يظهر من النص المسرحي أن نواته مبنية على إحدى القصص الشعبية أو الحكايات الخرافية أو الأساطير التي كان يقصد بها التربية والتسلية، فلا يتخيل أن يوجد نهر تشرب منه الرعية فتجن جميعها إلا مالكها ووزيرها. السؤال الخامس، كيف استطاع توفيق الحكيم أن يوظف هذه القصة ويعطيها بعدا فكريا داخل النص المسرحي؟ لقد تمكن الكاتب بمهارة أن يوظف هذه القصة في مسرحيته وأن يعطيها بعدا فكريا، فيعالج به إحدى القضايا المهمة في القديم والحاضر، وهي صراع المفكرين والحكماء والعقلاء والمثقفين مع مجتمعاتهم التي لا تقدر حكمتهم وعقلهم وغناهم الفكري وثقافتهم، فتراهم أي هذه المجتمعات استثناء، وترى نفسها هي القاعدة والأصل الذي يجب أن يتبع، وتحاول أن تجذبهم إليها. ولعل هذا ما جعل شاعرا نابها كالمتنبي يقول قديما: ذو العقل يشقى في النعيم بعقله، وأخو الجهالة في الشقاوة ينعم. وأن يقول أبو العلاء المعري: لما رأيت الجهل في الناس فاشيا تجاهلت حتى ظن أني جاهل. ننتقل الآن عزيزي الطالب إلى سؤال أو إلى السؤال السادس، لخص المسرحية في بضعة أسطر. التلخيص، في عصر من العصور الغابرة تصاب مملكة من الممالك بالجنون لشربها من ماء نهر، ولا ينجو منه إلا الملك ووزيره، وفيما هما يفكران فيما أصاب المملكة لإيجاد حل لها، تكون زوجته الملكة ورأس الأطباء وكبير الكهان المصابون بالجنون يفكرون في كيفية شفاء الملك الذي يرونه مجنونا. هنا يقرر الملك ووزيره التضحية بعقلهما فيشربان من ماء النهر فيصبحان من المجانين،
فيعيشون في وئام وانسجام في مملكة المجانين التي لا مكان فيها للعقلاء. البناء اللغوي. السؤال الأول فيها هو: ما أبرز سمات الحوار في هذا المقطع المسرحي؟ الحوار في المسرحية هو عمودها ووسيلتها اللغوية الوحيدة، إذ تتوزع هذه اللغة على ألسنة الشخصيات في المواقف المختلفة، وهو أي الحوار أداة فنية أو نمط من أنماط التعبير تتحدث به شخصيتان أو أكثر، وقد وفق الكاتب في إجراء الحوار على لسان شخصياته، فجاء واضحاً مناسباً للمقام ومختصراً في مقام الاختصار، طويلاً بعض الطول في مواقف الطول، غير ممل، راقياً، بسيط العبارة، عميق المعنى. السؤال الثاني: كيف ساهم هذا الحوار في بناء الأحداث ورسم الشخصيات والتعبير عن المواقف؟ وضح ذلك. نذكرك عزيزي الطالب أنه من بين وظائف الحوار، أي الحوار المسرحي، رسم معالم الشخصيات وتطوير المواقف وتحريك الأحداث لتمضي قدما نحو غايتها، وقد وفق الكاتب في رسم الأحداث ومواقف الشخصيات وردود أفعالها وعواطفها وأفكارها، فمواقف المجد والعظمة والحزم تتطلب جملا قوية قصيرة، والمواقف الفلسفية وحالات التأمل والتفكير تستلزم جملا طويلة رزينة متزنة ذات صبغة منطقية. السؤال الثالث: هل عبرت اللغة عن شخصيات النص؟ طبق ذلك على كل من شخصيتي الملك والوزير. اللغة المستعملة لغة بسيطة سهلة مفهومة تناسب لغة الشخصية المسرحية، وهي في نفس الوقت مليئة بطاقة إيحائية كبيرة تكشف عن شخصيات المسرحية وتفكيرهم ونظرتهم إلى الأشياء وحكمهم عليها وتفسيرهم لها. فمثلا الملك من خلال العبارات الآتية التي وردت في المقطع المسرحي: ما تقص علي مروع، أو أجل إنها لكارثة شاملة وليس لها نظير لا في التواريخ ولا في الأساطير، يدلنا على استشعاره للخطر، وفي قوله: إذن من الجنون ألا أختار الجنون، صح من قال هذا الهراء، إنه لمن العقل أن أؤثر الجنون، يدلنا على مكانته وحكمته وعقله الراجح. أما الوزير فيظهر أنه مخلص للملك، يحاول قدر الإمكان إسعافه بالأفكار والحلول لعله يعين ملكه في حل معضلة جنون الرعية، ويظهر هذا في مثل قوله: وحسرتاه، هو القضاء يا مولاي، جئتك بخبر هائل، هذا عين ما أقول. السؤال الرابع في هذه المرحلة: حدد نوع الروابط اللغوية التي ربطت بين أجزاء الحوار. تنوعت الروابط اللغوية في النص، سواء باستخدام كلمات من مجموعات دلالية واحدة أو تكرار الكلمة في النص كتكرار كلمات معينة مثل العقل، شرب، الجنون، يزعمون، التي وردت في ثنايا النص. ومما ساهم في الاتساق أيضا تبادل الحوار بالتناوب بين أخذ ورد
والسؤال الذي يعقبه جواب، واستعمال بل، لكن، هذا، إذن، نعم، أي استعمال أسماء الإشارة وحروف العطف والجر والجواب. وكلها ساهمت في ترابط النص المسرحي واتساقه. إليك عزيزي الطالب السؤال الخامس. وردت في النص الصورة البيانية الآتية: كانت كالشمس في سماء هذه المملكة. اشرح هذه الصورة وبين نوعها وبلاغتها. هذه الصورة كما هو واضح تشبيه، حيث شبه فيه الكاتب الملكة بالشمس، فالمشبه الضمير في الفعل الناقص كانت الذي يعود على الملكة، والمشبه به الشمس والأداة الكاف. أما بلاغتها فهذه الصورة وإن كانت على منوال صور الشعراء القدامى فقد أعطت جمالا خاصا وبينت قيمة الملكة في المملكة والخسارة الفادحة التي منوا بها لما جنت، كما أنها قربت المعنى إلى ذهن القارئ ووضحته وشغلت ذهنه به. سادسا، أعرف ما تحته سطر في العبارة الآتية التي وردت في النص: لا تحزن كل هذا الحزن. العبارة المسطر تحتها كل هذا الحزن. ولدينا عبارة أو جملة أخرى: إذن فمن الجنون ألا أختار. نود منك إعراب كلمة إذن. الإعراب يكون كالآتي: كل مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره وهو مضاف، هذا اسم مبني على السكون أو اسم إشارة مبني على السكون في محل جر مضاف إليه. الحزن بدل مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، وقد جاء مجرورا لأن البدل يتبع المبدل منه في الحركة الإعرابية، والمبدل منه هنا هو اسم الإشارة هذا الذي جاء في محل جر مضاف إليه. نعرب الآن: إذن حرف جواب وتوكيد مبني على السكون لا محل له من الإعراب. بناء الوضعية الإدماجية. إليك نص الوضعية: اكتب حوارا مسرحيا بين شابين أو أكثر تعالج فيه ظاهرة الهجرة غير الشرعية وتداعياتها على الشباب والمجتمع، باعتبار أن بعض الشباب يراها المخرج الوحيد من المشاكل والوصول إلى الفردوس المفقود هناك في الغرب، وباعتبار أن بعضهم الآخر يراها ظاهرة مأساوية تفشت في المجتمع لأسباب عدة ولا يميلون إلى الهجرة، معتمدا خاصة على النمطين الحواري والحجاجي، وموظفا ما تراه مناسبا من تعلماتك المكتسبة.
في تصميم الوضعية يمكن أن نساعدك بالآتي. مثلا في المقدمة تستطيع عزيزي الطالب أن تتكلم عن ظاهرة الهجرة في الأوساط الشبانية، وفي العرض والذي يكون بطبيعة الحال على شكل حوار تستطيع أن تتحدث فيه عن آراء المتحمسين للهجرة غير الشرعية وحججهم المطروحة، وكذلك تستطيع أن تحدثنا عن الرد على هؤلاء المتحمسين من الشباب غير المتحمس للهجرة والراغب في البقاء في بلده. ثم أخيرا أي في الخاتمة تستطيع أن تختم الحوار بالنتيجة التي تراها مناسبة أو تصلح حلا. إذن بهذا عزيزي الطالب نكون قد أنهينا دراسة هذه المسرحية. نرجو من الله التوفيق، ونرجو أن تكون قد استفدت وتمتعت، وإلى لقاء قريب، وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.